تحداك تحداك انا غتحداك وما تشوفش فيا والله داك الشيء اللي غنديرو غتبعني حلف والله راه سير 1 2 3 4 قناة شوف تيفي. مرحبا بكم في البث المباشر مباشرة من مدينة المحمدية. معنا رايان وشيو يعني والاب ديالو زريقة، فما غنتكلموش على زريقة، غني على التعريف الاب ديالو الكل كيعرفوا. نتكلموا على رايان سي زريقة، كان ممكن تجي لي حدا الوليد هكا خويا رايان زريقة. انت فنان، المغرب كله كيعرفك زريقة. شنو اللي خلى انك تقول لولدك يتبعك على المنوال ديالك؟ دابا ولدي ما تبعنيش، ولدي هو تبع اخوات ديالي، انا اخوات ديالي كيغنيو وراني نزرب الاغاني ديالهم. ولدي بحال قلتي ما تعلمش، ولدي بحال عطاه الله هذيك الفترة ديال الموسيقى، لان انا عاش في الموسيقى وعطاه الله حفظه بالموسيقى، والحمد لله دابا راه مزيان وراه ولا صراحة ولا فهمتي كيفرحنا لان كنشوفوا داك الشيء شي حاجه جديده. ولكن زريقه هو واحد شي حد قال لي راه ما دخلش ليا راسي، هي راه دي كومبوزيتور يعني عالميين ما كيقدروش يديروا هادشي اللي كتقول فيه انت دابا، باش انك دير ضرب البيانو وعينك مغمضين وتخرج اغاني بزاف. راه يعني دابا من اول الموزعين حاليا كاين في المغرب، وعلى ما اظن ما هضروا معايا الاخوان هنا برا، ان اول موزع كان في العالم في هذا البلاصه هذا يعني دابا 9 سنين كيوزع دابا جميع الستيل الغربي الشرقي الخليجي الشعبي الراي. ودابا حاليا يوزع مع فنانين كبار مشهورين في الساحه الفنيه، والاعمال ديالهم لقات نجاح كبير. وكاين شي سلسله دابا رمضان العام اللي فات ما تكتبتش السميه ديالي، انا كنا خايفين عليه لان كان شويه ديال الخوف، والحمد لله لقاو التوزيع ديالو لقى نجاح كبير. ورايان دابا حاليا ماشي كيتحدى رايان، هو يقدر يتحدى لك العالم لو لقيت شي دري اللي مثلا عندك رايات يعني العمر ديالو اي واحد جا بسم الله اي ما عندوش مشكل يتحدى اي واحد في العالم انه يدير هذا الشيء اللي كيدير دابا رايات، نقدروا نحزموا ليه باه نغمضوا ليه عينه ما كيشوفش ويعزف. يقدر ماشي غير يعزف مغمض عينيه، يقدر يهبط تحت من الاور، يقدر ما يعس كاع ما عندوش مشكل. ناخذ الكلمه ديال رايان. مرحبا رايان، اش غدير دابا رايان؟ اللي بغيت ولا اي حاجه، ما عنديش مشكل. كتحدى اي واحد انت يا رايان؟ ماشي اي واحد، واللي بغيت ونديره عادي، انا كيجيني داكشي اللي كيجي كتغني كتكومبوزي كدير كلشي اي حاجه. نبداو رايان، نبداو انت حل عينك على جوج عينك مغمضه دير شي حاجه تاع رايان. سير على الله، انا شد لك سير على الله. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، خليكم مع هذه الموهبه ديال رايان السيار. دابا شحال من واحد دابا بالنسبه لرايان كيتصلوا بيا
بالنسبه للرايان كيتصلوا بيا كيقول لك بانه ماشي مغربي، رايان راه ولدي ولد المحمديه وزيد خلوق وفي المحمديه. يعني اش يقول لك رايان ماشي مغربي؟ لا رايان مغربي. ونزيد لكم واحد القضيه بانه رايان شحال واحد دابا كيصحبوا راه جزائري، لا حيت كيعزف الراي، حيت حنا الراي دخل عندنا المغرب كان الدراري كاع كلشي تعلموا ليه. هو كيعزف الراي، كيعزف الشعبي، كيعزف الخليجي، كيعزف الشرقي، كلشي كيعزفوا الحمد لله. اش غيعزف فينا دابا؟ مغربي وولد المحمديه وكيغني المغربي وغيبقى ديما مغربي الى بلا ما نتكلموا على الجديد ديالو هو الاخر، حنا نخليو الجديد. سير رايان ورينا اش باغي دير دابا. شوفي التقسيمات بعدا. ماشي. سير مزيان. شوفوا معنا المشاهدين الكرام. مرحبا اي اغنيه بغيتو الجمهور هو رايان معاكم على المباشر. قبل ما ندوزو للتحدي الصعب اللي انا كنقول ما غيديروش لان باش يغمض عينيه هذاك هو الاخر. انا غنتحدى رايان. سير رايان وريهم الشعبي. واش قلت لكم واحد القضيه، رايان راه في المستوى الرابع دابا، بان يعني بان المستوى الرابع الا كيبداو يقراو الفرنسيه دابا، ولورك دابا راه كله فرنسيه. دابا راه بالنسبه لورك راه ماشي ساهل، راه تشوفوا لي توج ديالو البروغرام ديالو، وراه كيصاوبوا الروس الراس وكيبروغرامي يجبد لك اصوات الالات كلشي ليهم وجبدهم من الايقاعات ما شاء الله. دابا ماشي زعما كنقولوا ولكن رايا الناس كيتحداو، قال لك درتي الشعبي، الناس كيتحداو قال لك الراي. سير شاد سالي بعد الشعبي ودوز لي الراي يا رايان. We'll be right back.
السحر. ريان الناس كيسولوك شي يقول لك واش عندك شي شان يوتيوب اللي بغى يتفرج فيك اللي بغى يتابعك؟ قول لي راشين ديالك شنو سميتها؟ ريان شو. ريان انت ماشي غير كومبوزيتور، انت مغني. انت اللي بغيت غندير. كيغني دير ليه دير ليه الاهداء ديالو سير الزين وسمك الله دابا سير سير على دابا هادشي هادشي باقي معايا بقاو معنا مشاهدينا الكرام الى كتشوفوا اللي بغى سميتو اللي بغى سميتو الاخوان يقول لنا السميات نقولوا لهم يعني من عند ريان الشاو سير الاخوان سير زيد 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 مرحبا عليك اخويا ريان ريان زريقه التحدي المستحيل التحدي تنقول ما غيديروش نتحداك دابا دابا ريان دابا نتحداك دابا في هذاك اللي قلنا لك كيغمض عين غمض باش ما بغيش شنو اليوم اليوم غيخلص عليك احسن عشان فما بغيتي بلا ما تقول لي خلص عليا اليوم اطلب يلا تعشى اطلب فما بغيتي ولكن لا واخي شوف ما تقول لي انا منك لي غيغمض عينو غمض عينو ما تحشمناش ما خافيش قلت لك صافي حبس شوف ما خاصك تقول لي حبس صافي انا اللي حبسك صح القضيه راه واحد صرا ان شاء الله غتكون في فيرجينيا في امريكا ان شاء الله دابا المنظمين اللي كيقادوا فيها شنو هو المحتوى اللي كديروا زريقه باش نوضحوا الناس الناس اللي باغيين يعرفوك دابا بالنسبه لريان دابا كيدير لي سبيكتاكل دابا كيدير واحد العروض دابا مع ليكيب ديالو مع عمو جبور وطوطو والفرقه البهلوانيه كيديروا كلشي واحد العروض في جميع المدن دابا حاليا درنا العرض الاخر اللي كان في الاسبوع اللي فات كان في الحي المحمدي في التقدم اللي كان بقوه كانت الكثافه ديال الجمهور كانت بقوه وصراحه بهر الجمهور ديالهم تمايا وكانوا جاو حتى عروض اخرين دابا تلقاهم دابا ريان في مدن اخرى ان شاء الله غادي يكون زريقه الناس عيد ميلاد شي حاجه الناس اللي باغيين يتواصلوا معاكم كيفاش يديروا باش يتواصلوا مع خويا زريقه يتواصلوا معايا راه كاين الرقم ديال التليفون ديالي اللي هو 06 66 47 92 01 عندكم شي باج فيسبوك بالنسبه للناس اللي بغاو يدخلوا يتفرجوا اللي بغاو يشوفوا المحتوى ديالكم يدخل دابا يتفرج في ريان درنا ليه لاباج ديالو سميتها ريان شو والانستغرام ديالو حتى هو ريان شو واليوتيوب ديالو تيلي صايبنا لي سميتها ريان شو اللي بغا يدخل يتفرج ريان شو المحتوى المحتوى ديالو ديال الاطفال وكلشي اللي بغا ورينا التحدي اخويا دابا سير ريان فبقاو معنا مشاهدينا الكرام يعني غادي تشوفوا يعني ريان غادي نغمضوا لي عينيه وغادي نشوف دابا مالك يا ريان والله تتخلص البلطه العشاء العشاء قول لي بقاو معنا مشاهدينا الكرام غادي تشوفوا واش ريان غيقدر انه يعزف ومغمض عينيه يعني كما كنعرفوا يعني اول بيانو يعني راه صعيب ان الواحد يعني ما عرفش انا كنقول مستحيل وما عرفش باش انك تقاد الريش وتقاد كل شيء يعني راه صعيب الحال فخليكم معنا مشاهدينا الكرام ولكن بلاتي شنو غاش عزف ريان اللي بغاو اللي بغاو شنو بغاو صحاب البارود بدا بصحاب البارود دوز الراي بالواي واي وختمها بالشعبي صافي وحبس هذيك الساعه ودير اللي عجبك صافي هانتوما شوف دور عندهم هانتوما الاخوان هو مغمض عينيه غمض لي العينين الله يعطيه الصحه زيد فشوفوا معنا الاخوان انه مغمض عينيه وغادي يعزف هذا التحدي ماشي في المغرب في العالم دابا هذاك كيتحدى كاع اللي في العمر ديالو صريقه العالم اللي دار هذه صافي غنحبسو حنا ما يبقاش يضرب ريان يلاه سير يلاه سير يلاه Bye.
قولي اليوم باش باش ما يتعشى ريان. شوف صافي دابا عشيه صافي غتمشي اي بلاصه غيديك تتعشى على الدار. ريان نسولك سؤال جاوبني بصراحه، منين جاتك الموهبه ريان؟ دابا انايا دابا خواتاتي كيشوف كنشوفهم كيغنيو وكنعزفو البيانو. يعني دابا انت خواتاتك هما السبب ديال النجاح ديالك. شنو الحلم ديالك؟ شنو باغي تولي ملي تكبر؟ اول حاجه نقرا مزيان ونولي بيلوط. والحلم الثاني هو نولي اكبر عازف كاين في العالم. شحال في عمرك راهي دابا؟ 8 سنين. عرفت سيكون باش تولي بحال باباك ولا احسن من باباك؟ احسن. ماشي حاجه لي دابا. انت اما احسن انت ولا باباك؟ اما حتى انت ولا بابا؟ هو ماشي انا. ولكن هو راه عمرك كيلعب مغمض عينه. الله مغمض عينه. اكبر باتشو كاين في المغرب. صيق عليا. ولا دابا هو اكبر باتور واصغر كومبوزيتور. شكون هو انا؟ ولكن دابا اما احسن كومبوزيتور ولا باتور؟ انا بعدا اش تقول لك كومبوزيتور؟ ما عرفتش كي تقولها. هي موسيقى. احنا كنقولوا في المدرسه باسي كومبوزي امين طبوزي. ريان رساله للمحبين ديالك اش بغيت تقول لهم؟ جيو تفرجوا في العروض ديالنا كاملين حنا تيكونوا في المغرب كامل ولا في العالم كامل. لاشين ديالك شنو سميتها؟ انا ريان شو. وغيكون مع يكونوا خدامين معنا عمي جبور اول حاجه وطوطة. يعني هذه هي لاشين ديالك اللي بغا يدخل يتفرج. ريان شو كدير الجديد؟ كاين الجديد الوليد كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره مع الشاب ريان. يعني موهبه تستحق الشيع. فكنتمنوا انكم تدخلوا عنده لاباج ديالو لاشين يوتيوب باش تساندوه وتعاونوه باش انه يعني هو شوف ما قدرنا نقولوا انه ما محتاجش المساعده. هو الحمد لله راه خدو كنساندوه يعني غير في الكومنتار اللي نزيدو نشجعوا هذا الوليد هذا بحال الموهب. بالخصوص انا كنت شاب في العمر ديالو 9 سنين وكيدير الموهبه هادي. الله يعطيه الصحه. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في نكتفي بهذا القدر على عملاقكم بث مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.